النوبة القلبية يأخذ القلب الأكسجين والمواد الغذائية عن طريق الشرايين التاجية، وهذه الشرايين التاجية تضيق ببطء بسبب تصلب الشرايين، وأنت في البداية لن تلاحظ أي شيء من هذا، ولكن ببطء ينقص تدفق الدم في شرايينك التاجية، وهذا تلاحظه في كثير من الأحيان عند الجهد أو العواطف القوية. هذا يسبب ألم في صدرك. إذا انغلق شريانك التاجي يسبب هذا تخثر الدم، ومن ثم يتعرض قلبك لمشاكل. الجزء الأساسي من قلبك يحصل على القليل من الأكسجين مما يسبب نوبة قلبية. الجزء في عضلة قلبك الذي يتعرض لعدم الحصول على الدم والأكسجين يموت تدريجيا، وفي مكان وفاة العضلة يحصل ما يسمى بندبة الأنسجة. القلب يستمر بالضخ ولكن العضلة لا تشتغل. خطورة النوبة القلبية تعتمد على حجم التلف في الأنسجة القلبية ومحلها. من الضروري باتخاذ إجراءات سريعة لمقاومة الضرر الدائم في قلبك. سوف تحصل بسرعة على الدواء لمعالجة التخثر، وأحيانا تحصل فورا على القسطرة أو علاج الدعامة.